أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن القضية المعروضة أمام عدالتكم لا تحتاج إلى أي تعليق. جريمة بشعة ضحيتها طفل مريض لم يبلغ العاشرة، كان في أشد الحاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، إلى مزيد من التعاطف. ألم يكفيه آلام المرض التي لم تتوقف خاصة في الفترة الأخيرة؟ ألم يكفيه حياته التي خلت أو كادت تخلو من وجود الأم؟ ألم يكفيه غياب الأب؟ إلى هذا الحد كانت قسوة الجاني. أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة، أسئلة كثيرة استطاع رجال الأمن أن يجدوا لها إجابة، والدليل أن الجاني الآن بين أيديكم. أرجو ألا تأخذكم به شفقة، أرجو استحضار هذا المشهد. طفل المريض لا حول له ولا قوة، ينادي، يصرخ، يبكي. قاتل قلبه أقرب إلى حجر أصم، لم يسمع نداء، لم يتأثر بالصراخ، لم يقف أمام دموع تنهمر من عين كان من المفترض أن تكون على موعد مع الحياة. هذا المشهد سيد الرئيس يستوجب أن ينال الجاني أشد وأقصى العقاب، وتبقى الأحداث كما يرويها أطرافها. لو سمحتي مدام نهال. اتفضلي حضرتك. ثواني يا جماعة، مدام نهال جاية حالا. صباح الخير. ايه قاعدين من بدري؟ اسفة جدا اتأخرت عليكم. ابدا يا حضرتك. شوفوا يا بنات، هيبقى في انترفيو، يعني اختبار صغير جدا، واللي انا شايفاه دلوقتي يخليني واثقة ان في امل. ايه ده، ملكات جمال؟ ميرسي يا فندم، ميرسي خالص. انا حاسه ان الموضوع يعني مش زي ما احنا فاهمين بصراحه كده. مش مستريحه لنهال دي، مش فاهمه. يعني على العموم ده مجرد احساس، ويا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. بس تعرفي يا نهى، الجو نفسه بدات اخد عليه سهرات، اماكن عمري ما كنت احلم ادخلها. نفسي بقى، نفسي ابقى اشهر موديل في مصر، مش في مصر بس، في العالم كله. نهى، انا ملاحظة انك انتي مش متجاوبة معانا خالص، مع انك احلى بنت عندي. ايه اللي خلى حضرتك تقولي الكلام ده؟ شوفي يا نهى، السهر وعلاقاتك بالناس، وخصوصا لو كانوا اصحاب ملايين، كل ده مهم جدا في حياة الموديل. مين حيصرف؟ مين حيحطنا على طريق الشهرة؟ الفلوس. فاهمة يا نهى؟ الفلوس. بحاول افهم. البضاعة الجديدة تهبل، خصوصا البنت اللي اسمها نهى. يعني بعرف اختار؟ هشوفها امتى؟ لا 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 لا، انت تستنى شوية. هشوفها امتى؟ مفيش حاجة تغلى عليك، وانت عارف كده كويس. بس البنت يعني دماغها ناشفة شوية. الدماغ الناشفة تلين والبعيد يقرب. بس ده كتير قوي يا توفيق بيه. ومستعد ادفع اكتر، بس اشوف. هيحصل، وحياتك هيحصل حبيبي.
يا حبيبتي انا مش فاضيه دقايق ويرن الموبايل وانزل امضي العقد اربع اعلانات وحياتك. صباح الخير. اهي نهى جت. تروح هي بقى. في ايه؟ مدام نهال اتصلت قالت انها قلقانه قوي على شادي، اصلها سابته الصبح قبل ما تيجي الشغاله وكانت عايزه تطمن فطر واخد العلاج ولا لا. طب وايه المطلوب منه يعني؟ تروح تبصي على شادي في البيت. حاضر. شوفوا العقد الشهرة. صباح الخير يا شادي. طنط لها. ماما يا سيدي قلقانة عليك. الاول انت فطرت ولا لا؟ ايوه فطرت. والعلاج؟ طبعا اخدته. مين يا شادي؟ ايه ده انت معاك حد يا شادي؟ لا ابدا ده مستر هاني. مين يا شادي؟ صباح الخير يا فندم. انا اسفه جدا، كنت فاكره يعني شادي لوحده. لا ابدا مفيش حاجه. انا مع مدام نهال في الاتوليه، كانت قلقانه على شادي وما كانش بيرد على التليفون فبعتتني اشوفه. على فكرة أنا أول ما جيت سألته إن كان فطر وأخذ العلاج ولا لأ. طب أمشي أنا بقى. لا لا تقريبا أنا خلصت، تقدري تقعدي معاه لو حبيتي. لا أنا خلاص أنا طمنت عليه. شادي خد بالك من نفسك، ماما مش هتتأخر. كل مرة بتقول كده وبرضه بتتأخر. لو مفيش عربية وصلك؟ مفيش ده يعني أتعب حضرتك. أنا رايح محطة الرمل، لو رايح الإتليه أوصلك. قولي طنط يا شادي. شادي حبيبي رد على التليفون، ماما بتحاول تكلمك. ها اتفضلي. شادي الهومورك، لو وقفت معاك حاجة كلمني على طول. اتفضلي. مدام نهال ازاي حضرتك؟ انت فين؟ يعني بتسأل؟ والله بسأل، بس حضرتك دايما مش موجودة في البيت. في الحقيقة في اختراع اسمه موبايل حصل اكتر من مرة وكان غير متاح. يعني ما زعلش؟ انا ما اقدرش على زعلك. حضرتك عايزة شادي؟ انا جاي اشكر المدرس بتاع شادي، نهى قالت لي انك كنت متابع فطاره وعلاجه. دي اقل حاجة. حضرتك عارفة قد ايه انا بحب شادي. هو كمان بيحبك قوي. يوم انت وصلت نهى؟ دي على فكرة بقى انسانة محترمة جدا، وده اللي خلاك. لا دي كانت على سكتي. طب وقلتم ايه؟ مش فاهم قصدك. يعني قلت لها ايه خلاها معجبة بيك بالشكل ده؟ هي قالت لحضرتك كده؟ هي ما قالتش، انا اللي حسيت. كلمتها تاني؟ امبارح كنت عايز اسألها عن حاجة خاصة بالدراسات العليا. هي ايش عرفها بالدراسات العليا؟ يعني اختها موظفة في كلية التربية. وكمان عرفت العيلة. طب لو عندك وقت عيد ميلاد شادي الخميس اللي جاي. والله كل سنة هو طيب. هستناك ان شاء الله. على فكرة نهى هتبقى موجودة. يا نهى يا حبيبتي انت كده دخلتي عيش الدبابير. اللي عرفوا ان نهال قالها على المدرس ده، ده انا شفته مرة هنا وكانت هتشيله من على الارض. هو نفسه نفى ان بينه وبينها حاجة، هو يقول زي ما هو عايز، المهم هي عايزة ايه. على العموم بقى ده كلام سابق لأوانه. لسه بتتصلي بيه؟ يعني مش دايما. ومدام نهال عارفة؟ هو يعني الواحد لازم يعمل لها كشف حساب، كلم مين وما كلمش مين. على العموم خدي بالك. صباح الخير. صباح النور. نهى عايزاكي جوه شويه في مكتبي. ايوه يا مدام نهال. اقفلي الباب. قولي لي اخر مره كلمتي هاني امتى؟ هاني؟ هاني مين حضرتك؟ مستر هاني المدرس بتاع شادي. معقولة نسيتي؟ ما كلمتوش. متأكدة حضرتك تأمري بحاجة؟
سألتي له عن التقديم في الدراسات العليا؟ حضرتك مش انا اللي بسأل، دي نرمين اختي، ما انت عارفة انها موظفة في كلية التربية. نوها، من غير لف ودوران اصرفي نظر عن هاني ده خالص. حضرتك عايزة حاجة تانية؟ لازم تحضري عيد ميلاد شادي، احنا مش خايفين من حد. تعرف ايه اللي مخليني معاها لغايه دلوقتي؟ العقد اللي مضيته، وانا مش فاهمه اكتر من نصه، ما كنتش متخيله انها بالشكل ده. نهى، مفيش حد له عندنا حاجه. انت لسه مصر ان ما كانش بينك وبينها حاجه؟ يعني كانت مجرد علاقه مدرس بولي امر؟ ما تتكلم يا هاني، يهمني اعرف. نهال حاولت معايا اكتر من مره. مش فاهمه. يعني تقريبا عرضت عليا الجواز، انا طبعا رفضت، يمكن مش بشكل مباشر، يعني كنت خايف على مشاعرها. الحاجات دي يا هاني لازم تتحسم، تقول لها وبصوت عالي لا. انا تقريبا قلت، وانا متأكدة انها لسه عايزة. اهلا هاني، النهارده بمناسبه عيد ميلاد شادي تسمح لي اشيل يعني الالقاب؟ كل سنه وحضرتك وشادي طيبين. وانت طيب شادي. يا شادي تعالى يا شادي. مستر هاني. هاي مستر، ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب يا شادي. كلفت نفسك ليه بس يا هاني؟ ميرسي جدا يا مستر، بعد اذن حضرتك. هاني عايزه اتكلم معاك في موضوع شغلني كده. انا تحت امر حضرتك. لا مش النهارده، بكره بعد حصه شادي. اتفقنا؟ حاضر. بعد اذنك. اهلا اهلا يا توفيق بيه. أهلا أهلا, اهلا 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 اهلا. كل سنه وانت طيبه. هديه شادي يا ستي. يا خبر، ده كتير قوي قوي يا توفيق. مش كتير على شادي ولا على ام شادي. امال هي فين ست البنات؟ رزقك في رجليك اهي وصلت. نهى، هايدي. كل سنه وشادي طيب. تعبتوا نفسكم بس كده ليه؟ ده بعد ما عندكم يا هانم. يعجبني فيك يا هايدي انك فاهمه الدنيا، عكس واحده صاحبتنا خالص قافله على نفسها قوي، بس انا برضو بحبها. وهي كمان، مش كده يا نهى؟ طبعا، دي مدام نهال دي زي اختي الكبيره، بس مش كبيره قوي يعني. يا حبيبتي يا هايدي. توفيق بيه. أيوة. توفيق بيه. نعم. مدام نهال لو سمحتي. يا نهى الراجل هيتجنن عليكي، ثروته كلها عنده استعداد يحطها تحت رجليكي. ما تقولي لها يا هايدي. والله هايدي ولدت معايا. يا مساء الفل. صباح الخير مستر هاني. صباح الخير. اتفضل مدام نهال على وصول. كنت بسأل عن الأنسة نهى. نهى برضو لسه ما جاتش. هي متعودة تتأخر كده؟ مدام نهال. نهى، مش عارفة اقولك ايه، نهى بقالها فترة حالها متغير خالص. ازاي يعني؟ مش دي نهى بتاعت زمان، سرحانة على طول، وابتدت تتعامل مع مدام نهال بعصبية. الوحيدة اللي بتتعامل معها دلوقتي هي هايدي. طيب ممكن اقابل هايدي؟ ما كانش يتعز يا مستر، هايدي دلوقتي عقبال املتك نجمة كبيرة، علشان تقابلها لازم يبقى في معاد. صباح الخير. صباح الخير. مش معقول هاني بيه عندنا؟ اهلا اهلا. اهلا بيك يا مدام. اتفضل قهوتي وشوفي هاني بيه يشرب ايه. انا مش موجودة لو حد سأل عليا. اتفضل يا هاني اتفضل.
ازيك يا مستر هاني؟ بقالك زمان يعني ما جيتش هنا؟ كنت بسأل عن نهى. نهى؟ وانا اللي كنت فاكرة انك انت جاي عشاني. الهانم مش موجودة. مدام نهال نهى مالها؟ افندم؟ نهى مالها مدام نهال؟ طب ما تسألها. انا بسألك انت. هاني، برغم ان طريقتك في الكلام دي مش عجباني، بس اللي عايزك تفهمه ان نهى دي مجرد بنت بتشتغل عندي، اكتر من كده انا معرفش اي حاجة عنها. انا بقى متأكد انك تعرفي حاجات كتير. وايه اللي مخليك متأكد بالشكل ده؟ على فكرة نهى دلوقتي تلاقيها مع توفيق بيه، رجل اعمال كبير قوي قوي، وثروته كمان كبيرة قوي، ما تعرفش تحسبها، مع انك يعني مدرس حساب. عن اذنك. صباح الخير يا فندم. اهلا محمود. صباح النور. مش باين يا فندم. ايه خير؟ بلاغ بالعصور على جثة الطفل. يا ساتر. من ساعة تقريبا المكتب كلمني وبلغني عن وجود جثة الطفل مربوطة بكرسي في اتيليه بمنطقة رشدي. الصبح كده؟ ومين اللي بلغ؟ سكرتير صاحبة الاتيليه. لو حضرتك شفت المنظر صعب قوي. يلا بينا محمود. مدام نهال، انا طبعا مقدر ظروفك، بس لازم تتكلمي. مدام نهال ارجوكي، انت بتتعبي حد. مش قادره اصدق، مش قادرة صدق. خلاص مفيش شادي، مفيش ماما. فين شادي؟ فين شادي يا أمهان؟ وبعدين آخر مرة ما كانش عايز يسيبني، قال لي أنا خايف يا ماما، خليكي معايا. آه يا روح ماما، يا قلب ماما. مدام نهال، ما عرفتيش كان خايف من ايه؟ قلت له بلاش دلع، مفيش راجل بيخاف. نزلت وسبته مسكيني، كان دايما لوحده، كنت فاكرة ان انا بأمن له مستقبله. مدام نهال من فضلك اهدي شوية. والله انا من فضل الموقف اللي انت فيه، بس ساعديني نوصل للحقيقة. حاضر حاضر هحاول. انت بتتهمي حد معين بخطف ابنك؟ لا. طيب بينك وبين حد خلاف يخليني احاول انتقم منك؟ مدام نهال سمعت سؤالي؟ مدام نهال، زي كل الناس ممكن يكون بيني وبين اي حد خلاف، بس ده يخليه يعني يقتله. حضرتك والد الطفل؟ ايوه. تتهم حد بقتله؟ امه، اهمالها، طمعها. بعيد عن الخلافات الشخصية، مين ممكن يكون خطف شادي وتسبب في موته؟ قلت لحضرتك امه. طب ايه معلوماتك عن الحادث؟ تصور حضرتك، بعد اختفاء شادي عملت لي محضر في القسم، اتهمتني بخطفه. هو كان في حضانتها؟ ايوه، بس انا كنت بحاول اخده، كنت عاوز انتشر من حياة الضياع اللي معيشها فيها، لكن ربنا ما أردش. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا محمود. ايه الاخبار؟
لسه والله يا فندم. اعتقد ان الخطف تم بطريقه طبيعيه، يعني الولد كان يعرف الخاطف بدليل انه راح معاه، ووجود جثه الطفل في اتيليه امه بيؤكد ان الخاطف له علاقه بالاتيليه، على الاقل معاه المفتاح، لان الدخول كان طبيعي مفيش اي كسر في الباب. والبنات اللي مع مدام نهال ايه رايك فيهم؟ اتفضل. الانسه هايدي بره يا فندم. تدخل حالا. حاضر يا فندم. اتفضلي. ميرسي يا فندم. اسمك وسنك وعنوانك؟ هايدي حسين عبد الرحيم، 28 سنه، 8 شارع عبد القادر رجب، مصطفى كامل. بتشتغل ايه يا هايدي؟ كنت عارضه ازياء مع مدام نهال. ودلوقتي؟ ممثله. ايه اللي تعرفيه عن الحادث؟ انا ما اعرفش حاجه خالص. اقدر اعرف كنت فين؟ كنت في شرم الشيخ بصور فيلم جديد. والله هايل. هايدي، ايه علاقتك بمدام نهال؟ مدام نهال مصممة ازياء وصاحبة الاتيلي اللي بدأت فيه. ودلوقتي؟ بكلمها من وقت للتاني. كويس. طب اتفضلي امضي على اقوالك. حاضر يا فندم. نهى احمد فهمي، ده اسمك الثلاثي؟ ايوه يا فندم. نهى، علاقتك ايه بمدام نهال وتحديدا في الفتره الاخيره؟ عادي زي علاقتها باي بنت معاها، هي صاحبه الاتيليه اللي احنا بنشتغل فيه. اتقال ان كان في خلاف بينك وبينها. مش بيني وبينها بس، كل البنات اللي في الاتيليه اختلفوا معاها، وحضرتك تقدر تسال هايدي. خلافها مع هايدي كان واضح، هي اعتبرت ان هايدي اتمردت عليها، نكرت الجميل، لكن مش واضح خلافها معاكي. قبل الحادث باسبوع تقريبا السكرتيره اكدت انك تقريبا شتمتيها، واللي انا مستغرب له انك لسه موجوده معاها لغايه دلوقت. نهى، اللي بينك وبين نهال؟ انا قلت اللي عندي، وحضرتك تقدر تسالها. انت معاكي مفتاح الاتيليه؟ اه بس مش لوحدي، كلنا تقريبا معانا مفاتيح. زرتي نهال في بيتها؟ ايوه كتير، بس برضو مش لوحدي. طب اخر مره شفت شادي امتى؟ مش فاكره. لا حاولي تفتكري. تقريبا من اسبوع. تقرير الطبيب الشرعي يا فندم. يا ترى في جديد؟ للاسف لا، الوفاه نتجت عن اختناق بسبب نوبه صرع، وزي ما بيقولوا بلع لسانه. محمود، عايزك تراجع تاني مكان الحادث، احتمال. وده اللي حصل يا فندم. شوف حضرتك، ده غطاء ازازه برفان، اعتقد انه يخص الجاني. محمود، لاحظ ان ده اتيليه كل ستات، وجود غطاء ازازة برفان او قلم روج، كل الحاجات دي يعني عادي تلاقيها هناك. ده مجرد احساس، واكده تقرير الطبيب الشرعي. لو سمحت حضرتك تقرا الفقره الاخيره في التقرير. وجود بقايا ماده عطريه في انف الطفل. هايل هايل يا محمود، لكن يبدا السؤال، مين صاحبه البرفان ده؟ حضرتك بتقول ايه؟ نهى، افتح الشنطة. ياه، انت معاكي اكتر من نوع. الله، فعلا خبيرة. نهى، فين غطى الازازه دي؟ ها؟ ممكن يكون في الشنطه. ما اعتقدش،
مش مصدقاني؟ دوري. يبقى وقع مني في اي حتة. على العموم عندي غطاء احتمال ينفعها. سبحان الله، ده كأنه غطى الإزازة الأصلي بالظبط، نفس الماركة. تعرفي يا نهى، احنا لقينا الغطى ده فين؟ في ايد شادي، مش بالظبط كده، جنب جثته. انا خلصت كلامي، عايز اسمعك. ممكن؟ ايوه يا نهى. انا اسفة جدا يا حبيبتي، بكلمك من الغردقة. اموري يا مدام نهال. عايزاكي تروحي لشادي دلوقتي. دلوقتي؟ معلش، احتمال اصلا بات هنا. بقولك ايه، عشيه، قولي له ماما على وصول عشان يعرف ينام. حاضر يا مدام نهال. بص يا نهى، احتمال يكون نايم، افتحي وادخلي. مش معاكي المفتاح؟ ايوه معايا. مش عارفة اقولك ايه يا نهى، بس انت عارفة ان انا مش بثق في اي حد تاني غيرك. حاضر حاضر يا مدام نهال. وايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل انها ضحكت عليا. اول ما وصلت الشقه ما ضربتش الجرس، خفت لا يكون شادي نايم، فتحت الباب وناديت عليه، ما ردش عليا. قلت كويس يبقى نايم، فتحت اوضته وردني وهو تحتها، وردني ورعب من اصله. اهلا 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 ست البنات. ايه ده، هو حضرتك هنا؟ في انتظارك. استني، رايحه فين؟ لو سمحت سيب ايدي. سمحت انت؟ ارحميني. فلوس، خدي اللي يكفيكي، هعمل لك فيل اتنين. يا توفيق بيه، ما يصحش كده. فيل مش هيحصل، انا استنيت كتير. خد بالك، شادي هنا. شادي مع المحروس امه. انا عايز امشي. قلتلك مش هيحصل يا حلوه. حرام عليك، حرام عليك. مني فين؟ كانت عارفه ان الحيوان ده موجود في الشقه، بعتني له، ضربت عصفورين بحجر واحد وقبضت التاني وضيعت هيني مني. وشادي ذنبه ايه؟ انا بس كنت عايزه اضغط عليها، يمكن ضميرها يصحى وتفهم هاني الحقيقه، على الاقل تقول له ان انا ضحيه. وبعدين؟ رفضت، قلت لها هعيش طول عمري خدام عشانك. مدام نهال، اعملي معروف كده انا هضيع. والمطلوب مني؟ كنت عارفه ان توفيق في الشقه. يا حبيبتي دي شقته، يجيها وقت ما هو عاوز. فهمي هاني ان اللي حصل ده كان غصب عني، ان مفيش بيني وبين توفيق ده اي حاجه. ايوه، عشان الراجل بقى يروح في داهيه. اوعدك اوعدك ان ده مش هيحصل. لو كنت اقدر ابلغ كنت بلغت، كنت بلغت من زمان. نهى، انا ما عنديش وقت اضيعه. على فكره، احتمال كبير اوقف نشاطي شويه الفتره اللي جايه. يعني ايه؟ يعني تقدري تشوفي مكان تاني. ربنا يوفقك. فكرت اضغط عليها، مفيش غير شادي هو نقطه ضعفها. اخدته من الشقه وقلت له مامتك عايزاك، جه معايا الاتوليه، كنا اجازه سبت وحد، قلت فرصه، عمر ما هي هتفكر انه هنا. بعد ساعه الولد ابتدى يقلق، سأل عن امه، قال لي انا عايز اروح. قلت له هنلعب شويه لغايه ماما ما تيجي. شوف بقى يا شادي، انا هربطك في الكرسي ده لغايه ما البوليس ما يجي ينقذك. طبعا البوليس، يا اما ماما يا اما بابا. بعد ما ربطت شادي في الكرسي خفت يصرخ حد يحس بوجوده، فهمت ان علشان اللعبه تكمل لازم احط حاجه على بقه. وانت عارفه انه تعبان وعنده مشاكل صحيه كتير. وفعلا حطيت، مش قادره انسى نظره تاني. عارفه كان بيصيح ليه، كان عايز يقول لك بلاش، عايز يقول لك ارحمني. وبعدين سويت ونزلت. كملي. في الوقت ده نهال بدات تقلق، كلمتني وسالتني عن شادي. كنت سعيده جدا وانا شايفه القلق حلوتها، دموعها اللي كنت اتمنى اشوفها خففت كتير قوي من حزني. كملي يا نهى، ايه اللي حصل بعد كده؟ الصبح جيت عشان اطمن على شادي، اشوفه عايز حاجه،
لقيته واقع بالكرسي على الارض. جريت وعدلته ما كانش يتكلم. افتكرت انه نايم عليه وشلت المنديل من على بقه. طلعت البرفان عشان افوقه ما فقش. خفت سبت كل حاجه ونزلت. ونسيتي غطى الازازه. ما كانش قصدي موته والله العظيم ما كان قصدي موته. حبيت ارد لامه جزء صغير من اللي عملته فيا. بعد الاطلاع على الاوراق وسماع شهادة الشهود والدفاع ومرافعة النيابة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة نهى حسين عبد الرحيم بالسجن لمدة 15 عاما. رفعت الجلسة. كتب هذه الحلقة دكتور محمد ناصر. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.